إذن لمزيد من الحديث والتحليل حول منافسات أولمبياد باريس ينضم إلينا من مدريد الصحفي المتخصص بالشأن الرياضي السيد محمد سالم. صباح الخير سيد محمد، برحب بك في صباح جديد. يعني بعد التحية، كانت هناك العديد من المنافسات بالأمس، لو نلقي الضوء على أبرز هذه المنافسات والنتائج، خاصة بعد نجاح العداء البحرينية يافي في تحقيق الميدالية الذهبية. تحياتي لكم سعيد دائما بأن أكون معكم عبر القاهرة الإخبارية. من دون شك نحن سعداء جدا بما حققه البحرين من خلال الفوز بأول ميدالية ذهبية للبحرين من خلال العداء وينفريد. هذا إنجاز كبير للعرب، صحيح هي ثاني ميدالية ذهبية لكننا سعداء بذلك. المشاركة العربية ربما على مستوى المستوى الجماعي لم تكن بشكل جيد، ولكن على مستوى الافراد ربما هي افضل بكثير، بالاضافه الى كذلك ما حققته ايمان خليف رغم ما عانته كثيرا قبل ذلك. الان تصير المباراه النهائيه في وزن 66 كيلوغراما، عانت الكثير خاصه ما قيل في الصحافه، التنمر عليها، اشياء كثيره عانتها حتى انه تدخلت اللجنه الاولمبيه واشياء كثيره حدثت. في النهايه ايمان خليف تثبت نفسها وتؤكد انها ملاكمة من طراز عالي جدا، تصل للمباراة النهائية الآن على الأقل ستكون من نصيبها ميدالية. نحن نتمنى أن تكون هذه الميدالية من الذهب، لأن إيمان خليف ستسكت من دون شك العديد من الأصوات والعديد من المنتقدين، وهي من دون شك تستحق الذهب بهذا الإنجاز. إضافة إلى ذلك ما حدث كذلك هو أن الصين تواصل الهيمنة وتواصل التألق وتواصل الصدارة. الصين تحقق ذهبية العشرة أمتار في القفز، إضافة كذلك إلى أن ألمانيا حققت الميدالية الذهبية في قفز الحواجز، فرنسا حققت ذهبية الفروسية، تأهل كذلك البرازيل في مفاجأة كبيرة أمام سيدات إسبانيا لكرة القدم. إسبانيا فريق منظم جدا، هو بطل العالم، ولكن إسبانيا خرجت في النصف النهائي أمام سيدات البرازيل الذين قدمنا مباراة كبيرة جدا في مفاجأة كبيرة جدا تحدثت عنها الصحافة الإسبانية كثيرا. أضيف إلى ذلك ما حققه ميغال لوبيز الذي حقق الميدالية الخامسة على التوالي في إنجاز تاريخي ربما لم يحققه أي عداء آخر. ميغال لوبيز يحقق الميدالية الخامسة على التوالي في المصارعة الرومانية وهو المصارع الكوبي، هذا إنجاز كبير جدا يكتب لهذا العداء ويكتب كذلك لكوبا ويكتب كذلك ربما لأولمبياد باريس. إضافة إلى أنه هناك حديث كبير جدا ومتابعة من قبل المتتبعين لكرة السلة في أولمبياد باريس، حديث عن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الآن وصل إلى نصف النهائي، ولكن ربما الصراع الأكبر كان بالنسبة لصربيا. لماذا صربيا؟ لأن صربيا فريق مرشح للذهاب بعيدا ولمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية، فريق الأحلام الذي ينظر له الكثير من المتتبعين، الفريق القادم إلى الNBA ونجوم كبيرة جدا. صربيا بعد مواجهة صعبة تصل إلى النصف النهائي، الآن تكتمل أضلاع المربع الذهبي وانتظار المواجهات القادمة. أنا طبعا يعني الإثارة والتشويق يزداد مع الوصول إلى النصف النهائي. اليوم تتواصل فعاليات وتعد مباراة مصر وأسبانيا في كرة اليد أحد أهم الأحداث المنتظرة، ما تعليقك على هذه المواجهة؟ أنا أعتقد أنها ستكون مواجهة متكافئة جدا. صحيح أنه لماذا؟ بالنظر لأنه المنتخب المصري لحد الآن قدم أداء ممتازا في هذه الدورة، حل ثانيا في مجموعته. إسبانيا كذلك بسبع نقاط، إسبانيا ربما فريق كبير جدا، الفريقان التقيا في دورة طوكيو، إسبانيا فازت بصعوبة بالغة على المنتخب المصري. الآن في هذه الأدوار سيكون دائما التركيز مهم جدا. الصحافة الإسبانية تحدثت كثيرا عن قوة المنتخب المصري في كرة اليد، وكذلك عن الإمكانيات والفرضيات التي يمتلكها هذا الفريق، وطالبت ربما المنتخب الإسباني بالكثير من الحذر وعليهم أن يكونوا حاضرين في المباراة. أنا أعتقد أنه على المصريين أن يكونوا أكثر هدوءا وأن يحاولوا تفادي ربما أن تدخل شباكهم أهداف كثيرة منذ البداية، سيكون أكثر هدوءا. هذه مباراة كبيرة، ربما عندما نصل إلى مباراة الربع النهائي تكون الأمور تحسم بتفاصيل صغيرة جدا. احترام كبير جدا تابعته هنا من خلال قراءة الصحافة الإسبانية للمنتخب المصري. أنا أعتقد أنه منتخب مصري لكرة اليد ما حققه إلى الآن يستحق كل الاحترام، وأتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في بقية مشواره. إذن سيد محمد، منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس إصابة 40 رياضيا مشاركا في الألعاب الأولمبية بفيروس كورونا، ما تفاصيل ذلك الخبر وهل يرجع لأسباب تنظيمية برأيك؟
من دون شك الاسباب التنظيميه عانت كثيرا ربما، ولكن حتى ليس فقط في فرنسا، بل حتى انه هنا في اسبانيا وفي مختلف دول يبدو هناك حديث عن كورونا. ولكن كان على اللجنه الاوروبيه ان تكون اللجنه المنظمه تكون اكثر تنظيما ربما، ولكن ربما هذه اشياء تحدث من دون شك، تحدث ليس فقط في أولمبياد بل حتى في أي منافسات أخرى. مهم جدا ربما أن يكون التنظيم بشكل جيد. قد من المهم ربما بالنسبة لأولمبياد باريس أنه هذه الحالات ربما ظهرت في أوقات متأخرة جدا، نحن الآن ربما لم يتبقى الكثير على أولمبياد باريس لتنتهي، ولكن كان على ربما اللجنة المنظمة التي عانت كثيرا من الانتقادات أن تكون ربما أن يكون تحضير لهذا. ممكن أن يحدث هذا لأنه فيروس كورونا لم ينتهي بشكل نهائي لا من فرنسا ولا من أوروبا ولا من العالم أجمع. ربما كان أن يكون التحضير لهذا وأن تجرى فحوصات للاعبين قبل بداية المباراة، على الأقل تيست أقول لفحص الرياضيين إذا كانوا يعانون من كورونا أو غير ذلك. بشكرك، شكرا جزيلا سيد محمد سالم الصحفي المتخصص بالشأن الرياضي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدريد.